أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين أن أزمة الغاز أدت إلى ارتفاع أسعار الكهرباء، وأضافت فوندرلاين أن الاتحاد الأوروبي سيأخذ بعين الاعتبار خفض أسعار الغاز المستخدم في توليد الكهرباء للمنازل والشركات الصغيرة وكذلك المتوسطة. أزمة الغاز أدت بدورها إلى ارتفاع أسعار الكهرباء، وهنا يأتي النموذج المقترح لمعالجة الأزمة عن طريق خفض سعر الغاز المستخدم لتوليد الكهرباء في المنازل والشركات الصغيرة والمتوسطة. هذا النموذج سيؤخذ بعين الاعتبار على مستوى الاتحاد الأوروبي. هذا وتعتزم المفوضية الأوروبية تعتزم عرض تفاصيل مقترحاتها الرامية للسيطرة على أسعار الطاقة، وذلك عشية قمة قادة دول الاتحاد الأوروبي والتي ستعقد في بروكسل غدا. تهدف هذه المقترحات إلى رأب الصدع ما بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن وضع سقف للأسعار. من المقرر أن تراجع الخطة والتي ستعلن غدا وبعد غد، ستراجع من جانب رؤساء الدول والحكومات الأوروبية قبل اعتمادها المحتمل في نوفمبر. أما في الولايات المتحدة فقال مسؤول أمريكي إن الرئيس جو بايدن سيواصل السحب من احتياطات النفط إذا ما اقتضت الضرورة. وكانت مصادر أمريكية أعلنت أن بايدن سيعلن اليوم قرارا بسحب 15 مليون برميل نفط إضافية من الاحتياط الاستراتيجي لضخها في السوق الأمريكية، وذلك بهدف خفض أسعار المحروقات. وأضاف المسؤول أن بايدن لا يستبعد سحب كميات إضافية أخرى إذا ما لزم الأمر. للمزيد ينضم إلينا من بروكسل موفدنا إلى هناك سيف الدين العامري، ومعنا أيضا من واشنطن مراسلنا مجدي يازجي. أهلا بكما، أبدأ معك من بروكسل حيث ربما الأزمة أشد حدة على ما يبدو سيف الدين العامري، وربما الخلافات قائمة، لكن هل يبدو مقترح المفوضية بالشراء الجماعي للغاز والنفط أن يشكل أرضية توافقية ما بين دول أعضاء التكتل؟ إيمان، فعلا قد يكون هذا حل، وغدا وبعد غد سنعلم النتيجة، ولكن حسب حتى الصحف المحلية هنا في بروكسل الأمر يبدو صعبا على الأوروبيين، لأن ألمانيا والدنمارك وهولندا لا تزال هذه الدول متمسكة بشكل أو بآخر بموقفها الرافض لوضع سقف لسعر الغاز، لأن هذه الدول متخوفة من الموردين للغاز أولا، وثانيا متخوفة من انعكاسات هذا التسقيف لسعر الغاز على المستهلكين، وأن هؤلاء المستهلكين شركات ومواطنين مدنيين عاديين لن يتراجعوا أو لن يتمسكوا بمقولة هذه الدول في ترشيد الاستهلاك والتخفيض من الاستهلاك. هناك حالة خوف فعلا نلمسها هنا في بروكسل، سواء على المستوى العادي في مواطن الشارع أو على المستوى الرسمي بالنسبة لقادة الاتحاد الأوروبي، من عدم الوصول إلى نتيجة غدا وبعد غد في قمة القادة الأوروبيين هنا في بروكسل ضمن المجلس الأوروبي. في الحقيقة لم تتمكن قمة براغ قبل أيام من الوصول إلى نتيجة في ما يخص موضوع الطاقة وخاصة موضوع الغاز، لكن المشكل الأكبر هنا هو أن ارتفاع أسعار الغاز والطاقة بشكل عام يؤثر على ارتفاع أسعار الكهرباء، وهنا مشكل آخر يتوالد بالنسبة للمواطنين الأوروبيين. وفي الحقيقة إيمان، كنا نرى عديد المشاهد في الأيام الماضية، الإضرابات والخروج إلى الشارع والتظاهر، نسبة التضخم وصلت في عديد الدول الأوروبية إلى رقم قياسي تقريبا 10%، وهذا أمر في الحقيقة ينبئ بشتاء قاسي على هؤلاء المواطنين والمؤسسات والشركات المصنعة في عديد الدول الأوروبية، خاصة دول معينة مثل ألمانيا التي تعتبر قاطرة التصنيع والاقتصاد الأول في دول الاتحاد الأوروبي. نعم سيف، لكن ماذا عن الوضع في الولايات المتحدة مجدي مع اللجوء المتزايد إلى المخزون الاستراتيجي الأمريكي؟ هل هناك أي أفق؟ هل هناك أي حدود معينة على هذا البديل أو الخيار؟
إيمان، الوضع أقل حدة وأقل سوءا في داخل الولايات المتحدة الأمريكية مقارنة في أوروبا. نسبة التضخم هنا عند 8%، كما أشار زميلي في أوروبا 10% أو أكثر في بعض الدول الأوروبية الأخرى. ولكن بعد أقل من 3 ساعات من الآن ننتظر كلمة لافتة جدا للرئيس الأمريكي جو بايدن. إيمان، سيعلن فيها عن إطلاق وضخ المزيد من المخزون الاحتياطي النفطي الأمريكي في الأسواق، 15 مليون برميل من النفط الإضافي. هذا ضمن خطة أوسع كان أعلن عنها في الربيع الماضي تصل إلى 180 مليون برميل من النفط الموجود في الاحتياطي والمخزون الاحتياطي الأمريكي سيطرح في الأسواق. كل ذلك يجري على خلفية الانتخابات النصفية المقبلة، حوالي 20 يوم من الآن هناك انتخابات نصفية حاسمة بالنسبة للكونغرس كما تعلمين إيمان. يحاول الرئيس بايدن أن يهدئ من روع ومخاوف الأمريكيين. ارتفاع كبير جدا كان في أسعار النفط في الفترة والآونة الأخيرة، دائما ما يوقب اللوم على بوتين والرئيس الروسي والعمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا والتسبب بهذه الارتفاعات. ولكن اليوم بعد أقل من ساعة من الآن سيعلن عن ضخ هذه الكمية الكبيرة جدا في الأسواق. حتى اللحظة هي 3.8 تقريبا، 3.8 سعر الجالون البنزين في الداخل الأمريكي بعد أن ارتفع قبل أيام فقط ل 3.9 يعني 3.9. وبالتالي تتأرجح هذه الأسعار إيمان هبوطا ونزولا وارتفاعا بعد ذلك، وكل ذلك تتأرجح معه قرارات البيت الأبيض الأمريكي والسياسة الأمريكية، لأنه بالفعل هاجس المواطن الأمريكي اليوم لا حديث إيمان هنا في الداخل الأمريكي إلا عن سعر البنزين والتضخم وأسعار المواد الغذائية وأسعار السكن والإيجارات في الداخل الأمريكي. وهذا وصل طبعا إلى البيت الأبيض ووصل نبضه إلى الرئيس بايدن، ونرى اليوم أول خطوة ملموسة على الأرض بإطلاق 15 مليون برميل من الاحتياطي المخزون النفطي الأمريكي. سنتابع المزيد وماذا سيجري في الأيام المقبلة على ضوء هذه النقطة إيمان. بالتأكيد. مجدي يازجي مراسلنا من واشنطن، شكرا لك. شكرا لك أيضا سيف الدين العامري مفدنا إلى بروكسل.